من الأشياء السلبية اللي إدارة نادي الهلال، أنا أمس أنا أشعر أحيانا، قعدت أفكر كثير في الموضوع، أشعر أمس أن إدارة نادي الهلال هربت من دوري أبطال آسيا. هذا ترى كلام خطير. كيف؟ إيه كيف؟ أمس أعلنوا على الآخر المغرب كذا، قالوا 11 لاعب يشارك، صح ولا لا؟ أي 9 و2 احتياط. طيب احنا كلنا نعرف ونشوف عبد الله عطيف قاعد يرجع في الفترة الأخيرة تدريبات. أي. ممتاز. كلنا نعرف ان احنا كسرنا النظام حق الحجر الصحي وخليناه من 14 يوم الى مسحتين طبيتين، صح ولا لا؟ وبالتالي عندي عبد سلمان الفرج والعبدان مع عبد الله عطيف ثلاثة لاعبين، يصير 14 لاعب في تشكيلة الهلال، وبالتالي يلعب الهلال. يمشي. ثم قالوا سلمان الفرج ما سمح له. لا، من اللي ما سمح له؟ ايه؟ من اتحاد الاسيا. لا مو بصحيح. اجل مين؟ مو بصحيح. الهلال طبعا. ايه الهلال اللي يعني ما الجهاز الطبي في الهلال. ايه ما هو ما تجاوز الاختبار. مو بصحيح، ما يسوون اختبارات. ما له علاقه، المسؤول في هذا الموضوع نادي الهلال. هو اللي فضل عدم مشاركه لاعب خوفا على موضوع، وبالتالي هذه اول مره تظهر بعد. شوف وبالتالي هذا الاجراء اللي اتخذ من اداره نادي الهلال كانه يعني انا فهمته كذا، كان اداره نادي الهلال تقول يلا بس نبغى نرجع سحاب بدون يمكن هي قاعده تفكر تقول والله احتمال ان الوضع الفريق في الدوار الاقصائيه بيكون ضعيف جدا بناء على اصابات اللاعبين الحاليه، وبالتالي ما راح يكون في ذاك العطاء. خلينا بس نمشي. اساسا لو عندك رغبه انك انت تلعب، كان شفت امس لعيبه الهلال كان حتى لو كانوا 11 المفروض انهم ينزلون يسوون اي، بس مع الموضوع المرض ابو ما يخالف. شوف شلون بيلعبون يعني اذا تكلمت عن هذول بما انه الجهاز الطبي يقول انا خايف على سلامتهم. بس ما اقدر اخلي محمد اسمع يعني الفرج العبدان اكثر من لحظه احنا الحين يوم اننا اشتغلنا على موضوع، اتكلم على المسؤولين في الاتحاد السعودي ووزاره الرياضه، يوم اشتغلوا على موضوع طول العمر وصلت الى موضوع ان احنا يكون هناك اتصال مع رقم واحد في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، صح ولا لا؟ عشان ايش؟ غير موضوع البروتوكول. عشان البروتوكول، صح ولا لا؟ طيب انا خلصت البروتوكول، ممتاز. وافق الاتحاد الاسيوي قال خلوه مسحتين. طيب انا ايش استفدت؟ سؤال، انا ايش استفدت منه طالما اني انا ما لعبت اللاعبين حقين اللي انا خرجتهم من البروتوكول؟ اذا هنا يعني ايش؟ يعني ان والقرار اللي هو الرفض ما هو جاي من الاتحاد الاسيوي، جاي من النادي نفسه، جاي من نادي الهلال، جهاز الطبي. حتى ترى على فكره اتصال امس فادي بن نافل مع الزميل وليد نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلذلك انا اشوف انا لذلك اقول انه كان اخفاق وفشل اداري بامتياز في هذه البطوله. بعد ما أثنوا عليهم الجميع في النسخة الماضية، صح ولا لا؟ وهذا أنا أعتقد يعني شوف أنا بقول لك معلومة، يعني وش معلومة؟ رأي. طيب أنا ضد الكلام اللي قاعد يدار على مسألة إقالة سعود كريري مثلا. نعم. أو سعود كريري أنا وجهة نظري مثلا عاقبه أخصم من راتبه 3 شهور 4 شهور، لأن هذه اللي سواه كارثة بالفريق. ما له مع الفريق في اللي صار قبل السفر. حلو. لكن ضد إبعاده، لأن سعود كريري كفاءة. خطأ صحيح. كبير مثل هذا الخطأ ما يعني أني أنا والله أبعده بشكل كبير، مهما كان نحاول نحافظ على الأسماء الـ يعني المميزة في أنديتنا بشكل عام. أي. أنا هذه قراءتي للواقع اللي قاعد يصير الآن. في أنا طبعا أشوف حملة كبيرة على مثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أنا أشوف الاتحاد الآسيوي يعني مثلا واحد يتكلم يقول لك ليش 13 لاعب؟ ليش 13 لاعب؟ قبل ما انت تدخل في ذا التفاصيل في هذا الموضوع زين، انت موقع في شيء اسمه اتفاقيه مشاركه، كل نادي موافق على كل نادي. شوف 32 نادي شارك في ابطال اسيا، ممتاز، كلهم وقعوا على اتفاقيه مشاركه. طيب اتفاقيه مشاركه وش هي؟ الالتزام باللوائح، يعني لازم تقرا كل حرف في اللائحه، تقرأ كل البروتوكول. أنا اليوم الظهر في مكتبي في الجريدة فاتح بروتوكول الاتحاد الآسيوي وقاعد أترجم. شغل الصراحة شغل كبير اللي مسوينه. ترجمة بالحال إذا ما أنا بغلطان 70 صفحة. إذا ما أنا بغلطان PDF هذا وأنت تقرأ كله 70 صفحة. أنا ما داخل على موقع الاتحاد الآسيوي كرة القدم. نفس الشيء بالنسبة لأحد دوري أبطال آسيا اللي يقول لك مثلا 13 لاعب. أنت قبل ما تدخل في 13 لاعب في قضيه 13 لاعب، انت ما التزمت اساس، انت تعرف ان هذا قرار موجود. هل اعترضت قبل قلت ليش 13؟
قبل ما تسافر الرياض من أول هل أنت اعترفت؟ ما اعترفت. طيب الحاجة الثانية اليويفا مطبقها. اليويفا مطبقها. أنا اليوم قاعد أقرأ في هذا الخبر في بي بي سي منشور في بي بي سي البريطانية. عرفت؟ أي. مطبق هذا الخبر هذا هذا النظام هذا النظام. أي. ومستعد اني انا اخليك الحين تشوف. اي بس ما كان في احد يتخيل ابدا انه توصل لهذا العدد. لذلك انت كيف تعترف على موضوع يمكن تخيل يعني 13 يرى انه ممكن عدد مسموح. ممكن اداره الهلال لما قرات هذه النصوص يا اخي انا يوم اقول انا اقول مناسبة يوم يعني دقيقه يوم اقول لك انا من شوي العطيف وفلان اللي هو عطيف والنجراء الفرج سلمان الفرج والثالث العبدان حطهم في الاحتياط. انت ملعبهم انت اساسا نواف العابد انت حطهم في الاحتياط لتكملة النصاب بس انت خلهم في الاحتياط. ايه؟ الحمد لله الفريق بيمشي. طيب والله العظيم اقسم بالله خساره كبيره خروج الهلال. صحيح يا اخي هذا اللي يخليك تنغبن في الموضوع. ايه؟ ان خروج الهلال انت انا وجهه نظري خروج رقم واحد. ايه؟ انت الان الخروج لفائده للانديه كلها. كل الانديه الثانيه ما صدقت. ايه؟ ان هذا الفريق يخرج رقم واحد. بس العدد هذا الفريق اللي اوفر حظا مع احترامي وتقديري للترشيحات اللي نسمعها. انا ابغى اسمع برضو الضيوف بس هل ابو حمد حتى لو حط هذول اللاعبين اللاعبين اللي حيلعبون تسعه اللي موجودين يقدرون يلعبون كانوا تسعه هو عنده 11 نزل فيهم عنده اثنين احتياط وتسعه حيلعبون اساسيين حتى لو اضاف الاسماء اللي انت تقولهم وحطهم في الاسماء حيظلون احتياط. كيف احتياط؟ ما راح يلعبون اللي قلت لك الفرج العبدان نسيت الاسم الثالث بحكم الراي الطبي اللي كان في الهلال انهم ما يقدرون يلعبون ما عندهم جاهزيه انهم يلعبون المباراه. عبد الله عطيف انا اعتقد انه يستطيع انه يلعب. عبد الله عطيف كل الايام اللي راحت كان يتدر. اي راجع من الرباط راجع من الاصابه. هذه مساله طبيه يعني انت هذا راي طبي بيصير يا محمد في المباراه علمني. ابغى العب. انت تبغى على فكره يقدر عبد الله عطيف يلعب 10 دقائق اي ويطلع اني انا مصاب ويقدر الهلال يكمل. هذا رايي ممكن بس الراي الطبي في النهايه هو اللي بيحسم في الموضوع. انا فعلا يعني وياك ممكن نقول هالكلام كذا تخيل انه يلعب بس شوف ممكن يقولون تقول الدكتور ما تقدر. انت الحين مو هم الان قاعد يقولون ليش انت 13 لا ليش ما خليتها سبعه صح؟ اي طيب هذه انزل عبد العطيف ولا عبد الله العطيف ولا تخليه يلعب ابد خله واقف شوي انا مصاب بطلع ممكن. يعني اذا انت تبغى تطبق اللي تقول انت مثلا يا اتحاد الاسيوي ليش طبقت 13 ترى المفروض انك طبقت سبعه صح ولا لا؟ خلنا نمشي معهم في هذا المجال. ما شفنا شيء. طيب عبد الرحمن.